رياضية المفصلة من الميادين. السلام عليكم. افتتاح استاد الملك عبد الله في جدة الليلة يصفه الإعلام السعودي بأكبر حدث رياضي تشهده المملكة. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سيحضر شخصيا، وقد فرضت سرية كبيرة على فقرات الحفل الكبير. افتتاح الجوهرة المضيئة سيسبق نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الأهلي والشباب. الملعب يتسع ل 65 ألف متفرج، وقد قدرت تكلفته ب 380 مليون يورو، ويقع شمال مطار الملك عبد العزيز، بدأ بناؤه قبل عامين وانتهى بنهاية الشهر الفائت. فتحي مبروك سيكون المدير الفني للقلعة الحمراء خلفا لمحمد يوسف المستقيل. مجلس إدارة الأهلي قبل استقالة يوسف ومدير قطاع الكرة في النادي هادي خشبة ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وخلال اجتماعه بهم وقع الخيار على مبروك. استقالة يوسف ومن معه أتت عقب كلام عن أزمة ثقة بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر. وفي أول رد فعل لمبروك أعرب عن ثقته في قدرات لاعبي الأهلي، وأكد أنه قبل المهمة من دون تفكير. في مشاركته التاسعة على توالي، لبنان يفتتح مشواره في بطولة آسيا لكرة الصالات بفوز دراماتيكي على الصين تايبي. منتخب الأرز عاد إلى أجواء المباراة بعد تخلفه بالنتيجة أكثر من مرة، لينتهي اللقاء بثمانية أهداف لخمسة. محمد قبيسي كان نجما فوق العادة، هدف المنتخب الأحمر أحرز ثلاثية ملونة منها هدفان في أقل من دقيقة، قلبا المباراة رأسا على عقب. لبنان بطل غرب آسيا سيواجه ماليزيا السبت المقبل في مباراة تبدو في متناول قدم رجال للمدرب الإسباني باكو أراوجو بانتظار المواجهة الطاحنة أمام تايلاند في ختام مباريات المجموعات الثالثة. فرحة مجنونة لجمهور أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية بعد التأهل التاريخي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي بثلاثة أهداف لواحد. بالبكاء عبر محبو النادي بل نادي العاصمة الإسبانية عن فرحتهم المجنونة. أتلتيكو تأهل للمرة الأخيرة إلى النهائي منذ 40 عاما حين خسر أمام بايرن ميونخ. الاحتفال سيتضاعف في حال إحراز النادي المدريدي لقب الليغا، فهو يتربع على عرش صدارة الترتيب المحلي. أول المهنئين كان رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، فاعتبر أن الكرة الإسبانية هي الفائزة بوجود ريال مدريد وأتلتيكو في النهائي. أنا سعيد جدا بردة فعل فريقي في الشوط الثاني، لعبنا بطريقة رائعة وسيطرنا على مجريات المباراة بمواجهة خصم قوي. نحن والريال نعرف بعضنا جيدا، سنواجه فريق قوي جدا ومتعودا النهائيات، لكننا الآن سنركز على مباراة ليفانتي في الليغا. أعتقد أن دقيقة واحدة غيرت مسار المباراة عندما صد حارس أتلتيكو كرة جون تيري بطريقة لا تصدق، وبدل أن نتقدم عليهم سجلوا هم الهدف الثاني. بدءا من هذه اللحظة بات هناك فريق واحد في الملعب، أصبحت الأمور صعبة بالنسبة إلينا، لذا استحق أتلتيكو الفوز. ريال مدريد كان أفضل من البايرن وأتلتيكو مدريد كان أفضل منا في لحظات معينة. استحق الفريقان التأهل إلى النهائي، فليستمتعوا بذلك وليفوز الأفضل. صحف إسبانيا تسخر من مورينيو واتجاه لإلغاء الدوري المصري، والواسطة حاضرة داخل أريقة اتحاد ألعاب القوى الكويتي. وأخبار أخرى في جولة على الصحف مع عبد الرحمن عز الدين. إليك عبد الرحمن. شكرا لك يا أماني، السلام عليكم. تحول مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو إلى مادة للسخرية بعد خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال. صحيفة ماركا كتبت: رجل ما قبل النهائي وليس سبيشال وان. الصحيفة رأت أنه بعد الخروج الرابع على التوالي لمدرب ريال مدريد السابق من نصف نهائي دوري الأبطال لم تعد تليق به تسمية سبيشال وان، أي الشخص المميز، وبناء عليه أصبح لقبه الجديد ذا سيمي فاينل وان، أي الرجل نصف النهائي. نبقى في إسبانيا ومحاولات حثيثة من قبل بيب غوارديولا لخطف لاعبين أعلن برشلونة نيته التعاقد معهم. بحسب صحيفة سبورت فإن مدرب بايرن ميونخ يحاول جاهدا الفوز بخدمات مدافع أتلتيكو بلباو إميريك لابورت ولاعب تشيلسي ديفيد لويز، وهذان الاسمان من أبرز الأسماء التي يسعى البارسا إلى التعاقد معها. إلى مصر، حيث جاء في صحيفة
الأهرام. نغمة الهبوط تفسد المسابقة، إلغاء الدوري الممتاز، مجاملة للأهلي والزمالك. في التفاصيل، تجرى حاليا جهود حثيثة داخل اتحاد كرة القدم للبحث عن مخرج لإلغاء مسابقة الدوري الممتاز وتكرار سيناريو الموسم الماضي. بحسب الصحيفة، فإن مؤشرات هذا القرار بدأت مع مطالبة لجنة الأندية أخيرا برئاسة المستشار مرتضى منصور بإلغاء الهبوط هذا الموسم. إلى القبس الكويتية، فان باستن مرشح لتدريب الأهلي. بحسب الصحيفة، فإن شركة تسويق هولندية عرضت على إدارة النادي الأهلي المصري التعاقد مع أسطورة الكرة الهولندية ماركو فان باستن في الموسم الجديد. وفي حال عدم الاتفاق مع فان باستن الذي طلب مبلغ مليون دولار كراتب سنوي، اقترحت الشركة على نادي القرن التعاون مع الهولندي الآخر فيربيك فان فيربيك. نختم مع صحيفة الرأي الكويتية التي عنونت: الواسطة أثرت على الأرقام الكويتية في القوى العربية، استبعاد لاعبين متميزين وضم آخرين لا يستحقان وواحد لم يشارك. علمت الرأي أن لجنة المنتخبات والمدير الفني للمنتخب الكويتي الذي شارك في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب ضموا للمنتخب لاعبين لا تؤهلهما مستوياتهما للمنافسة حتى على المركز الخامس. والطمة الكبرى أن أحد اللاعبين رافق الوفد سياحة ولم يشارك في أي سباق. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصحفية، نعود وإياكم إلى أماني. شكرا لك عبد الرحمن، ونكمل مع أخبار البطولة الأوروبية الرديفة يوروبا ليج. يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى قلب الأمور رأسا على عقب عندما يستضيف بنفيكا البرتغالي في إياب نصف النهائي. فريق السيد العجوز خسر ذهابا بهدف مقابل 2، يحتاج إلى الفوز بهدف وحيد للتأهل إلى النهائي المقرر على أرضه. مدرب اليوفي أنطونيو كونتي يأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى النهائي القاري الأول منذ 2003، فيما يسعى المدرب خورخي خيسوس للتتويج برباعية نادرة بعدما حسم لاعبوه الدور المحلي وبلغوا نهائي الكأس ويواجهون غريمهم بورتو في نصف نهائي كأس الرابطة. في نصف النهائي الثاني، سيسعى فالنسيا الإسباني إلى قلب الطاولة على مواطنه وضيفه إشبيليا. الأخير قطع شوطا كبيرا لبلوغ النهائي للمرة الثالثة بعد فوزه ذهابا بثنائية. لاعب إشبيليا كوكي حذر اللاعبين من التهاون، وخاصة بعد خسارة فريقه في المباراة الأخيرة في الليغا أمام أتلتيكو بلباو. فالنسيا يمني النفس بتكرار إنجازه في ربع النهائي، حقق آنذاك معجزة كروية بفوزه بخماسية على بازل السويسري في لقاء الإياب بعد خسارته ذهابا بثلاثية. في دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA، سان أنطونيو على بعد فوز واحد من التأهل إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية. المباراة الخامسة في سلسلة متصدر القسم الغربي وضيفه دالاس شهدت تقاربا كسابقاتها في المستوى وحسمت في الثواني الأخيرة. الفرنسي توني باركر تحمل على إصابته في الكاحل وسجل 23 نقطة، كانت أهمها ثلاثية قبل دقيقة واحدة واثنتين وخمسين ثانية من النهاية. لاعب الضيوف فينيس كارتر كان أفضل مسجلي اللقاء مع 28 نقطة، لكنه فشل في قيادة دالاس إلى الفوز الثالث قبل انتقال السلسلة إلى أرضه غدا الجمعة. التغييرات في لوس أنجلوس ليكرز تبدأ قبل نهاية الموسم مع إعلان استقالة المدرب مايك دانتوني. القرار جاء بعد موسم كارثي خسر خلاله لوس أنجلوس 87 مباراة وحقق 67 انتصار ليفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وأعلن ليكرز بدأ البحث عن مدرب جديد، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك. في غزة انتهت البطولة الموسمية لرياضة الكاراتيه النسائية للناشئات، بطولة متواضعة تعكس أمال القائمين عليها بضرورة دعمها في ظل الحصار لتمثل فلسطين أمام العالم. هنا يستعد هؤلاء لبدء البطولة المحلية الموسمية للكاراتيه للناشئات. أكثر من 30 لاعبة سيخوضن منافسة على الألقاب الأولى على مستوى القطاع، بالرغم من جملة عقبات وصعوبات تواجه هذه الرياضة في ظل حصار إسرائيلي خانق حال دون تطور الكفاءات والخبرات التدريبية. نحتاج لأمور كثيرة، يعني إمكانيات المادية، الامكانيات اللي هي الصالات الخاصه للتدريب نفتقدها. يعني احنا هدفنا في النهايه انه الحمد لله يعني نوصل، نستطيع الوصول لمستوى عالمي او لمستوى دولي. يعني
وفيما أعاق الاحتلال تنظيم بطولات على مستوى فلسطين. كان الانقسام أيضا عاملا أكبر في تأخر البطولات، فانحصرت على نطاق محلي ضيق وحال دون المشاركة في بطولات عربية ودولية يثق المسؤولون هنا بقدرة لاعبيهم على الفوز بها. هذه البطولة لابد منها التواصل الخارجي لرفع كفاءة الحكام، رفع كفاءة المشاركين، الاحتكاك الخارجي، لكن نحن نعاني اليوم من الحصار والدائرة المغلقة التي تحجز الخبرات وتحكم وتطبق علينا هذا الخناق. في خبرات ناقصة، بس ناقص هان في غزة إنه فيش أراضي كويسة، وأحيانا الإضاءة وكمان الكهرباء، مشكلة الكهرباء لها تأثير كبير كبير هان. المطالب بتحييد الرياضة الفلسطينية عن كل خلاف لم تنقطع منذ سنوات، يرافقها أمل بضرورة زيادة الاهتمام بالقطاع الرياضي خاصة الكاراتيه وتمهيد الطريق أمام أبطال فلسطين ليحققوا إنجازات كبيرة. ويأمل القائمون على هذه البطولة المحلية للكاراتيه النسائية في غزة أن تكون مقدمة للمشاركة في بطولات عربية ودولية لتمثيل فلسطين أمام العالم. أحمد غنم، غزة، الميادين. في عالم الكرة الصفراء، الإسباني مارسيل غرانوورس يقلب الطاولة على مواطنه ألبرت مونتانيس ويتأهل إلى ربع نهائي دورة البرتغال. 31 عالميا احتاج إلى 2:19 ليقلب تخلفه بمجموعة إلى فوز باثنتين. ضرب موعدا في ربع النهائي مع مواطنه دانييل خيمينو ترافير المتأهل على حساب صاحب الأرض روي ماشادو. ختام النشرة مع هذا الخبر. سهرة مجانية سيقدمها الفنان ريكي مارتن للجمهور المكسيكي في حال الفوز بكأس العالم. مغني البوب الشهير قدم هذه المبادرة عبر موقع تويتر مخاطبا اللاعب السابق هوغو سانشيز. المكسيك تمثل قاعدة شعبية واسعة لمارتن بعدما جال في مختلف مدنها، كما شارك في برامج فنية عديدة على محطاتها. يذكر أن الفنان البورتوريكي سجل أغنية المونديال تحت عنوان كأس الحياة. مع هذا الخبر ننهي النشرة الرياضية المفصلة. لمزيد من الأخبار الميادين.net. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.